السلام عليكم طلاب الصف الرابع. إن شاء الله اليوم سوف نبدأ باستكشاف تقدير المحيط الموجود عندنا صفحة 92. فكرة الاستكشاف أن نستعمل شبكة المربعات لتقدير محيط أي شكل هندسي. أنا في عندي هذا الشكل، السؤال بيحكي لي أجد محيط الشكل الموجود بالرسمة المجاورة. أول خطوة سوف أعد الوحدات الطولية الكاملة الملونة باللون الأزرق. بيحكي لي إنه هذه القطعة تمثل وحدة طول كاملة، يعني هاي وحدة طول، هاي وحدتان طول، هاي ثلاثة وحدات طول، وهاي من هون لهون أربعة وحدات طول، خمسة وحدات طول، ست وحدات طول، وهي سبع وحدات طول، وهي ثمان وحدات طول. إذا أنا في عندي ثمان. الآن بيحكي لي إنه طول القطعة المائلة وحدة ونصف تقريبا، يعني القطعة التي تصل بين رأسين بالمربع تمثل واحد ونصف تقريبا. الآن رح نيجي نعد. أنا عندي هاي أول قطعة واحد ونص، وهاي القطعة واحد ونص وواحد ونص، كم صار عندي؟ ثلاث. طيب، وأنا عندي هاي القطعة واحد ونص وهاي واحد ونص، إذا كم صاروا؟ ثلاث. ثلاث وثلاث ستة، إذا أصبح لدي ست وحدات. الآن أجمع عدد الوحدات الناتجة عن الخطوتين واحد واثنين، بحكي 8 زائد 6 فالمجموع 14، إذا ال 14 يسمى محيط الشكل. ناخذ مثال، في عندي أنا هذا الشكل المجاور، بنعد الآن كم وحدة طول؟ واحد، اثنين، وهي ثلاث، أربعة، وهي خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إذا أنا في عندي 10 وحدات طول. تمام. الآن بنعد المائلة، واحد ونص، واحد ونص، هي ثلاث. طيب عندي واحد ونصف وواحد ونصف، هي كمان ثلاث. واحد ونص وواحد ونص، هي ثلاث. وهي عندي واحد ونصف وواحد ونصف، هي ثلاث. إذا ثلاثة وثلاثة ستة، ستة 12. إذا بجمع الآن 10 زائد 12 فالجواب 22 وحدة طول تقريبا. الشكل المجاور، لاحظوا يا مس إنه أنا مثلا القطعة هاي هيك، هذه القطعة هيك، هي المفروض إنها تيجي من رأس المربع إلى رأسه المقابلة، فإحنا للتسهيل نفرض إنه هيك الخط، مثل اللون الأخضر، للتسهيل علينا الحل هيك أنا رح أفترض إنه مثل. تمام. يلا الآن رح نعد الخطوط الطولية، هاي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ست. إذا في عندي أنا ست خطوط طولية. نيجي على المائلة، يلا مع بعض، واحد ونص وواحد ونص، ثلاث. طيب واحد ونص وواحد ونص، هاي ثلاث. طيب هاي واحد ونص وهي واحد ونص، إذا هدول التنتين صار عندي ثلاث. إذا كم صار مجموعهم؟ تسعة. فبحكي ستة زائد تسعة فالناتج 15 وحدة تقريبا. ما تقدير محيط حرف الكي الموضح في الشكل أدناه إذا كان طول المربع مترا واحدا؟ بنفس الخطوات رح أعد الآن، عندي هاي متر، متران، هون أنا عندي ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وهي هون أنا عندي 10. إذا في عندي 10 وحدات أو 10 أمتار، هي 10 متر زائد. نيجي الآن على
المائي 1.5 و1.5 هدول 3. طيب 1.5 وهي 1.5 هي 3، لأنه كل 1.5 و1.5 3. طيب 1.5 متر و1.5 متر هي 3 أمتار. كم أصبح عدد الأمتار؟ 9 أمتار. فعشرة زائد 9 الجواب 19 متر تقريبا. إن شاء الله بالحصة القادمة رح نبدأ بدرس إيجاد المحيط. هيك بكون انتهى درسنا لهذا اليوم يا رابع، يعطيكم العافية.